بعد مرور 20 سنة على رحيل القائد العراقي صدام حسين، تطلع تصريحات غريبة تشكك في ولاء مهيب الركن بسبب جيناته وتقول عليه من شرق آسيا. يا ترى التصريح ده إيه مصادره؟ وإيه رأي العراقيين في الكلام ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في خمسة بالعربي. جينات صدام حسين أثبتت إنه من الهند. تصريح غريب جدا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين طلع من العراق، وتسبب كمان في موجة من السخرية والغضب بين عدد من العراقيين بحسب اللي نشرته العربية، وده بعد ما وجه عدد كبير من الناشطين انتقادات لقيس الخزعلي زعيم حركة أهل الحق بعد كلامه عن أصل وفصل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من غير ما يرجع كلامه ده لأي مصدر علمي يدعمه. الموضوع ابتدى لما قال قيس الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر إن تحليل الجينات دي إن إيه لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين أثبت إنه من الهند، وقال إنه لما صدام حسين نشر أقواله اللي بتقول إن الشعب العراقي أصله من الهند، ظهر بعد تحليل الدي إن إيه إن هو اللي من الهند. كمان اعتبر إن في شغل على كبير ما بيوقفش، مصروف عليه مليارات الدولارات علشان استهداف دين الناس وعقائدهم وأخلاقهم والعادات والتقاليد، وده بحسب اللي نقلته وسائل إعلام محلية. كانت التصريحات دي سبب في طرح تساؤلات بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي حوالين سبب الكلام ده دلوقتي، لأ وكمان في خطبة العيد اللي المفروض إنها دينية. على الناحية التانية طلبت فئة من العراقيين بتحليل جينات عدد من السياسيين في البلاد، وده علشان كشف ولاءاتهم السياسية. ظهرت فئة تالتة دعت قيس الخزعلي إلى النظر في الشؤون اللي بتهم العراقيين بتمس كمان عيشهم اليومي، مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية بدل الكلام اللي مفيش منه فايدة ده. كانت كمان مجلة الشبكة التابعة لإعلام الدولة الرسمي نشرت في سنة 2017 تحقيق عن أصول صدام، زعمت فيه إن فحص الجينات أثبت إنه بينتمي لسلالة إل المنتشرة في جنوب آسيا، خصوصاً في باكستان والهند وطاجكستان وبلوشستان وإيران وأفغانستان، وبنسبة أقل في عموم الشرق الأوسط. ولكن الدراسة دي ما ذكرتش وقتها إزاي تم التوصل إلى النتيجة دي، وما ادتش أي إشارة لمصدر علمي يأكد المزاعم دي. أما عن سقوط نظام صدام حسين اللي فات عليه حوالي 20 سنة، فكان كله بتخطيط أمريكي، خصوصاً إن الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش في يوم 20 مارس 2003 أعلن انطلاق عملية سماها عملية حرية العراق، ونشر حوالي 150 ألف جندي أمريكي و40 ألف جندي بريطاني في العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل ملقوش منها أي سلاح في يوم من الأيام. بعد 3 أسابيع من انطلاق العملية دي، وتحديداً في يوم 9 إبريل من السنة نفسها، أعلن عن سقوط النظام العراقي، واختفى صدام عن الأنظار لمدة 8 شهور قبل ما يلاقيه الجيش الأمريكي ويتحاكم، ومن بعدها تنتهي حياته في ديسمبر سنة 2006.